عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل النهائية لفعاليات الدورة 15 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بحضور الدكتور عبد الرحمن محمد بحر نائب رئيس المهرجان وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين والسيد مجري بن مبارك القحطاني أمين عام المهرجان مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وبتواجد عدد من الصحفيين ومراسلي وكالة الأنباء الخليجية والعربية والدولية. في بداية المؤتمر نقل الدكتور عبد الرحمن بحر تحية سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين رئيس المهرجان وتمنياته للمشاركين فيه بالنجاح والتوفيق، وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها القائمون على جهاز الإذاعة والتلفزيون في الإعداد للمهرجان وتنظيمه وبحرصهم على إقامته في أقرب وقت بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن تجميع هذه النخبة من الإعلاميين كان ضرورة لتبادل الآراء والأفكار فيما يتصل بالإعلام وقضاياه وتطويره بما يلبي طموحات قادة دول مجلس التعاون ويحقق رؤاهم في كل المجالات. من جانبه أوضح السيد مجري بن مبارك القحطاني أن الجهاز حريص على أن تكون هذه الفعالية هي أكبر تجمع لنجوم الفن والإعلام، لافتا إلى ما يحمله المهرجان من قيمة تاريخية وإعلامية وفنية. قال إن المهرجان هذا العام يشهد مشاركة ما يزيد على 300 مشارك من خارج مملكة البحرين من إعلاميين وفنانين وشركات إنتاج رسمية وخاصة، بالإضافة إلى المشاركين من مملكة البحرين. فيما يتعلق بآليات التحكيم، أوضح القحطاني أن عملية التحكيم تتم إلكترونيا في إطار تام من الشفافية والحفاظ على المنافسة بين الجميع، وردا على سؤال بشأن تواجد الشباب والإعلام الرقمي في المهرجان ومعايير حصوله على الجوائز. أوضح نائب رئيس المهرجان وكيل وزارة شؤون الإعلام اهتمام المهرجان بهذه الفئة من الإعلام، حيث خصص لها حضورا واسعا في مختلف الأنشطة والفعاليات. هذه ثقة تتمتع بها مملكة البحرين، ثقة خليجية مستدامة في تنظيم مثل هذه المهرجانات واحتضان الإعلاميين بشتى مشاربهم في على أرض مملكة البحرين، وهذا يأتي من إيمان قيادتنا رشيد الله يحفظهم وتوجههم نحو الإعلام المتكامل، الخليج المتكامل الذي يخدم وحدتنا الخليجية بشكل عام. في منها العديد من أوجه التطوير اللي تمت فيها من خلال المنافسات في الأعمال الإعلامية والفنية المقدمة للمسابقة، منها ما تهدف إلى احتواء الشباب في المجال الإعلامي وإنتاجهم، سواء كان على الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا أو الإعلام الرسمي بمنصاته المختلفة في دولنا الخليجية. هذه النسخة أتت بعد انقطاع لمدة 5 سنوات بسبب الجائحة التي شلت العالم، وأعتقد أنه التعطش للاجتماع الإعلاميين والفنانين وشركات الإنتاج وقنوات الخاصة والإذاعات الخاصة، كل هذا يسعدنا ويشرفنا فيها أنه يكونوا موجودين. ولذلك حتى الندوات على مستوى الندوات، أكبر عدد من الندوات ورش العمل تتم في أي دورة من دورات الخليج. الجديد أيضا أنه استبدلنا مسمى جائزة الذهبية والجائزة الفضية إلى جائزة الشراء الذهبي والشراء الفضي، اعتقادا بأنه نربط الأجيال الجديدة بجيل الأجداد والأباء الذين كانوا يبحثون عن العيش في البحر.